السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، حياكم الله إلى حلقة جديدة من أضواء سهيل، تقارير جديدة ومتنوعة نشاهدها سويا في هذه الحلقة التي نستهلها بأبرز العناوين. مخازن وقود الحوثيين المحترقة تفضح أزماتهم المختلقة. مركز العز الصحي بمأرب، كبار سن يهزمون كورونا. مسك المقرمي اسم يعبق بمعاناة المهمشين. مستشفى عزان إقبال كبير وإمكانيات قليلة. طبيبة أسنان على شفاه أبناء الشهداء ترسم الابتسامة. ياسمين القاضي حفيدة بلقيس المشرقة عالميا. أهلا بكم. ألف أزمة وقود افتعلتها الميليشيات أو تزيد منذ جاءت لتسقط الألف الريال الشهير والسيء الصيت، غير أن هذه المرة رأى الناس وقودهم المكدس يحترق في منازل مشرف الأزمات والوقود. مدن مقفرة وفقيرة ومعطلة في مناطق الحوثيين زادها الوباء تعطيلا وإغلاقا، لتأتي الميليشيات لتجهز على ما تبقى من حياة الناس بأزمة وقودها في هذا التوقيت العصيب. حدث الأسبوع يسلط الضوء على أزمة الوقود الجديدة ووقود قادتها المخزن والمتطاير. نتابع. في ذروة تفشي الوباء وبلوغ قلوب هذا الشعب المنهك الحناجر، اختلق الحوثيون أزمة وقود جديدة للإجهاز على المواطنين والإمعان في تجويعهم وتجريعهم كدأب ميليشيا المجاعة والإفقار. كالعادة وبدون سابق إنذار، محطات صنعاء بلا وقود، والناس تصارع الموت والجوع والهلع وتبحث عن قطرات وقود وسط فزع عداد وفيات الوباء، في أزمة أبطالها مشرف السوق السوداء ومافيا الوقود والنفط. انفجارات هائلة عقبتها سحب من الدخان وحمم من النيران غطت سماء صنعاء في ليلة مرعبة وسوداء عاشها سكان حي السنين، ليتضح تاليا بأن كل هذه الليلة الجحيمية ناتجة عن انفجار مخزن وقود لقيادي ميليشاوي في وقت يرابط الناس لأيام ولا يعودون بقطرة وقود. مئات ناقلات الوقود محتجزات عمدا خارج صنعاء لتعذيب الناس والتفنن في حصارهم وإذلالهم، في حين يخرج قادتهم يصرخون ويستصرخون مظلومية وكذبا في مسلسل تخريصات الخراصين، حتى خرج الوقود كاشفا عن نفسه ولسان حاله: يا عيال رس، تالله إنكم لسارقون. منذ سنوات خلقت الميليشيات مئات أزمات الوقود، لكن هذه المرة فقد أبطلت انفجار مخازن الوقود في منازل قيادتها كل عصيها وحبالها وألاعيبها، وشاهدت الناس الوقود المخزن وهو يتطاير شررا ودخانا على منازلهم ورؤوسهم. عند كل محطة وقود مغلقة أبوابها بوجه طوابير الباحثين عن وقود لإيقاد وتحريك الحياة المعطلة والبئيسة، يرابط بالقرب منها منزل قيادي حوثي يمتلئ بمخازن وقود قد تنفجر وتتطاير لهبها ويسمع صوتها في أي لحظة. مفارقات صادمة لم تحدث إلا في زمن هؤلاء لصوص ومافيا الأزمات والوقود. الاحتكار في مجمله محرم، في ديننا محرم، فما بالك باحتكار مواد ضارة وقابلة للانفجار كالنفط، البترول، الغاز، الديزل، هذه كلها تخزينها يعتبر جريمة احتكار، وفي نفس الوقت تعرض أرواح الناس وممتلكاتهم للخطر كالذي حصل في السنينة في صنعاء. تكدس المواد النفطية والبترولية في البيوت في صنعاء فإنها تسبب كارثة على المواطن من ناحية السلامة، ومن ناحية السلامة ومن ناحية الاقتصادية التي تضر بالمواطن بالتكديس لهذه المواد والاحتكار لهذه المواد تقوم بها الميليشيا الحوثية، فتسبب أضرار كثيرة على المواطن. ما يفعله الحوثي من استغلال أوضاع الناس يؤدي إلى مجاعة وكثرة السوق السوداء عندهم، هذا يضر بالمجتمع كامل،
بدون صناعة الأزمات لن يستطيعوا أن يجيشوا الناس ولا أن يحشدوهم إلى الجبهات ولا أن يصنعوا نموذج للرجل المقاتل، وبالتالي تجدهم يحتجزون القاطرات في المنافذ الجمركية المستحدثة 360 ناقلة، يعني يلقون باللوم على التحالف أنه يحتجز الناقلات في البحر مع أنها تصل وتكدس، وشكاوى التجار وأصحاب الناقلات يعني تملأ الآفاق. حادثة السنينة وحادثة صعدة تدل بما لا يدع مجال للشك أنهم يخزنون هذا النفط في والمشتقات النفطية في يعني بيوتهم وفي أماكن خاصة بهم، ولا يتعرض للحاجة والفاقة إلا المواطن. يمكن هي الذريعة التي قامت بها ميليشيا الحوثي وحشدت بها يعني المقرر بهم، وأيضا استطاعت أن تضحك على الشعب اليمني بأن كانت ثورتها ما سميت ب 21 سبتمبر من أجل 1000 ريال. اتضح وقتها والشعب اليمني كان يعرف أن هذه السلالة العنصرية تكذب وتجيد الكذب وتحترفه وتمتهنه منذ الأزل. اتضح أنهم هم قاموا من أجل أن يخزنوا النفط والبترول في ظل هذا الوضع، يعني الأطباء يستنجدون يستغيثون لا يجدون الوقود، لا يجدون ما يعني يشغلون بها الأجهزة في المستشفيات في المخابز، وهؤلاء يخزنون النفط والبترول وأيضا يمنعون دخول القاطرات إلى صنعاء ويكذبون على الشعب اليمني بالحصار وغيره من الأكاذيب. صادق الزعبلي أحد المتعافين من فيروس كورونا، صادق الذي كان قد فقد الأمل بعد أن انخفض مستوى الأكسجين لديه، أسعف إلى مركز العزل الصحي بمدينة مأرب، وهناك قدم له الأطباء الرعاية اللازمة. تفاصيل في تقرير خليل المليكي. غادر صادق الزعبلي غرفة العناية المركزة بمركز العزل الصحي بمدينة مأرب بعد أكثر من أسبوعين في الحجر الصحي، 10 أيام منها عاشها بالتنفس الصناعي. صادق الزعبلي البالغ من العمر 40 عاما يعيش اليوم حالة مستقرة بعد أن قدم له الأطباء بمركز العزل رعاية متكاملة، وهو الآن تحت الرقابة الطبية بأحد الفنادق التي خصصها مكتب الصحة لمن تجاوز مرحلة الخطر ولم يعد يحتاج سوى لرعاية طبية في فترة نقاهته. أخوكم صادق الزعبلي أحد المصابين بفيروس كورونا، كانت الإصابة يوم 23/5، أصبت بحمى واستمرت لمدة أكثر من أسبوع وهي حمى، وأنا أتنقل بين المستشفيات الخاصة ولم نصل إلى أي تشخيص إلا بعد أسبوع. فبعدها ذهبت إلى مستشفى كراء، فحولني الطبيب إلى مركز العزل والعلاج الذي بجامعة إقليم سبا. تحولت من حينها إلى هناك، مكثت يومين في الرقود، وبعدها حولوني العناية مركزة وبقيت على التنفس الاصطناعي لمدة 10 أيام، وبعدها تم نزع التنفس والحمد لله تحسنت حالتي. فأشكر مركز العلاج والعزل الذي بجامعة إقليم سبا، فهم الملاذ الوحيد لهذه الحالات وهؤلاء المرضى، وهم الذين يقدمون العناية الكاملة. لا أوفيهم حقهم بكلمات، ولكن نسأل الله أن يكتب أجرهم. يقول الأطباء بمركز العزل الصحي أن صادق وصل إليهم في 2 يونيو وهو في حالة سيئة، وبذلوا كافة الجهود لإنقاذه وكتب الله لهم ذلك النجاح، فيما يشكون من شحة وجود أدوات الحماية وأدوات العناية المركزة. وصل إلينا الأخ صادق في يوم 1/6 إلى الطوارئ، وهو يعاني من فشل في التنفس الحاد، وعلى أثرها تم إدخاله إلى قسم العناية المركزة، واستمر في قسم العناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي
11 يوم، وبفضل الله ثم بفضل الخيرين في دعم هذا المركز تم إخراج الحالة إلى قسم الرقود بتاريخ 19، وخلال هذه الفترة تم إخراجه إلى الحجر الصحي وهو بصحة وعافية. حالات كثيرة تماثلت للشفاء رغم تقدمها في السن، إضافة إلى معاناتها من أمراض مزمنة كالسكر والضغط، وهو ما أكده الأخصائيون في مركز العزل الصحي نظرا لوصولها في بداية ظهور الأعراض عليها، وأن تأخر المواطنين في الإبلاغ عن الحالة يضاعف من معاناتها ويؤدي إلى وفاتها، وهو ما حدث مع كثير من الحالات. المريض عبد الرحمن الذي خلفي مباشرة الآن أتى إلينا قبل عدة أيام يشتكي من صعوبة في التنفس، حمى، الأعراض المعروفة لكورونا. تم عمل الفحوصات اللازمة ومجموعة من الفحوصات اللي تهمنا من ناحية تقييم الحالة. الحالة بدأت بالتدهور، يعني بحكم أنه مثل ما بتشوفوا العمر الكبير، الأمراض المزمنة، ضغط، سكر، أي شيء من هذا القبيل دائما يضاعف الحالة. فبعد عدة أيام بدأت حالته بالتدهور، اضطرينا أن ندخلها على العناية المركزة بفضل الله ثم بفضل الشباب، يعني وأنهم يعني بنعمل بكامل جهدنا وبكامل طاقتنا إن شاء الله تحسنت حالته. الآن هو خرج إلى الرقود، وإن شاء الله هذه الليلة والليلة اللي بعدها بنحول إلى عزل فندقي، بحيث أنه ما عادوش محتاج عناية طبية مثل ما تقدم هنا. طبعا أكبر مشكلة بنعانيها مع الحالات هي حالات التي تتأخر، يعني بيعانوا من صعوبة في التنفس ويمضوا وقت طويل من دون مراجعة طبيب مختص، أو يعاني من أمراض سابقة ويتعرض لمرضى مصابين. ويعاني القطاع الصحي في محافظة مأرب مشاكل كثيرة، أبرزها عدم وجود البنية التحتية والكثافة السكانية من النازحين إلى المحافظة، إضافة إلى الجرحى من أبطال الجيش الوطني، فيما لم تقدم وزارة الصحة لهذا القطاع شيئا سوى الوعود. خليل المليكي لبرنامج أضواء سهيل، مأرب. حملت مسك المقرم على عاتقها مهمة تغيير النظرة الدونية من المجتمع تجاه ذويها من المهمشين، وسعت عبر أنشطتها المجتمعية ونضالها الحقوقي إلى محاربة العنصرية وتفعيل برامج وآليات الدمج الاجتماعي للمهمشين مع بقية شرائح المجتمع اليمني الذي ينتمون إليه ويشكلون جزءاً من تركيبته السكانية العامة. لكن التعليم كان هو الطريق الذي سلكته مسك من أجل التغيير لواقع المهمشين الذين يعيشون على قارعة المجتمع والحياة. التفاصيل في التقرير التالي. مسك المقرمي شابة تنتمي لبيئة فقيرة تمتلك إرادة صلبة في تخطي ظروف ومعوقات الحياة، وخاصة نظرة المجتمع القاصرة كونها تنتمي إلى فئة المهمشين في نظر المجتمع. عملت مسك جاهدة على مواصلة تعليمها رغم فقرها وظروفها الصعبة التي كانت تشكل حجر عثرة في طريقها، لكنها حولتها إلى إصرار وعزيمة. أول ما نشأت تعلمت في منطقة الريف من مقارمة فقر صدن في مدرسة المقارمة الجديدة، ترعرعت هناك ونشأت فيها وتعلمت هناك، حصلت على كثير من الصعوبات في حياتي، كانت منها أنك أن تكون من الفئة السمراء أو فئة من الفئة الأشد فقرا، تعاني العنصرية والتمييز حتى من الأطفال الذين هم في قرنائك. نضال كبير لأجل المهمشين تحققه مسك المقرمي في طريق حياتها التي بذلتها لتصبح ناشطة مجتمعية وإنسانية في تعز تحمل عبء المهمشين على عاتقها. أنا مركز الوعي هذا الذي أنشأته مؤسسة الغذاء من أجل الإنسانية لتعليم المهمشين والمهمشات تحفيظ القرآن، وكما داخله برامج توعوية، وكما تقوم فيه برامج توعوية لمثل مرض كورونا. كان معانا الآن عدة من الأنشطة والدورات مشاركة مع مكتب الصحة. أنشأت مسك المقرمي جمعية كفاية لتأهيل المرأة المهمشة، ومن أهم أهدافها العمل على دمج فئة المهمشين في المجتمع والحد من العنصرية القائمة على النوع الاجتماعي أو الطبقات. تخدم
جمعية كفاية من بنودها الاهتمام بالمرأة المهمشة ودعمها وإيصالها إلى صنع القرار ورفعها وإيصالها إلى صنع القرار، وكمان العمل على رفع الوعي لدى المهمشات، ومن كمان السعي إلى إيجاد ناشطات من المهمشات الشابات ورفع الوعي لدى الأمهات المهمشات الأمهات من المهمشات، والعمل على تنمية الأطفال الشباب والشابات من المهمشين. تبنت الكثير من قضايا وهموم المهمشين وعملت على إيصالها للجهات المعنية وتطوير سبل العيش الكريم لهم. تعتبر مسك المقرمي نموذجاً رائعاً للمرأة في تعز رغم الكثير من العراقيل والصعوبات التي واجهتها لتصبح ناشطة مجتمعية ويصبح اسمها عابقاً بين أوساط الناشطين في تعز ومجتمع المهمشين. زبيدة الوجيه لبرنامج أضواء سهيل تعز. على الرغم من أهميته الكبيرة في خدمة المئات من المواطنين، لا يزال مستشفى عزان المحوري بشبوة ينقصه الكثير من التجهيزات الطبية ليقوم بعمله على أكمل وجه، وتدعو إدارة المستشفى الجهات المعنية بإيلاء المستشفى الرعاية والاهتمام كونه يخدم شريحة كبيرة من المواطنين التي تفد إليه من 4 مديريات. المزيد في تقرير حسن البريكي. يفيدون إلى هنا طلبا للعلاج، لكن الكثير منهم لم يحصل على مبتغاه، فمستشفى عزان بمديرية ميفعة يستقبل يوميا العشرات إن لم يكن المئات من المواطنين، إلا أنه ما يزال يشكو من شحة كبيرة في الإمكانيات التي تقف عائقا أمام تقديم خدمات متكاملة للمواطنين. والله الخدمات داخل المستشفى خدمات ما نقول فيهم شيء، شباب ما يقصروا وممتازين، بس الإمكانيات تنقص إلى المستشفى، إمكانية كثيرة للمستشفى بحاجة إليها. الكثير من الأقسام والأجهزة الطبية المهمة لعلاج المرضى لا توجد هنا، والموجودة متهالكة قديمة قد عفى عليها الزمن، دون أي تدخل من الجهات المعنية لإنقاذ هذا المستشفى الذي يعتبر مشفى محوريا يخدم 4 مديريات من محافظة شبوة ذات كثافة سكانية عالية. أنا مطالب السلطة المحلية، أنا مطالب للمنظمات، أما من جانب السلطة المحلية نطالبهم بإعادة ترميم المستشفى، زيادة أقسام، اعتماد عناية مركزة للمستشفى، يحتاج إلى عناية مركزة، يحتاج إلى مختبر مركزي، مختبرات مركزية، يحتاج أشياء كثيرة. أما من ناحية المنظمات كذلك يعني إحنا نطالبهم أن ينظروا للمستشفى، كذلك دعم الكادر الطبي داخل المستشفى. وعود متكررة من الجهات المعنية بإيلاء المستشفى الرعاية والاهتمام وتقديم ما ينقصه ليقوم بعمله على أكمل وجه، إلا أن هذه الوعود إلى الآن لم تترجم على أرض الواقع. هناك جهود كبيرة تبذل للرفع من مستوى المستشفى فيما يخص جانب التجهيز، فيما يخص إضافة كادر متعاقد، أيضا دعم منظمات لتوفير خدمات للمستشفى. ونحن حتى الآن وجهنا كثير من المنظمات للنزول إلى المستشفى ومعرفة الاحتياجات اللازمة. النات ومعاناة المرضى في مستشفى عزان بمديرية ميفعة يختلط معها أنين هذه المعدات والأجهزة المتهالكة، وعلى الرغم من هذا ما يزال الأمل بمعالجة الوضع الصحي للمستشفى وإنعاش خدماته وإمكانياته قائما لدى إدارة المستشفى ومرضاه ومعداته الطبية. حسن البوريكي لقناة سهيل من محافظة شبوة. ابتسم أنت في تعز، لكن الابتسامة الناصعة تحتاج أسنانا سليمة، ولا أجمل من أن ترتسم هذه البسمة الناصعة على شفاه الأطفال، فكيف بها وهي شفاه أبناء الشهداء والجرحى الذين قدموا أرواحهم ودماءهم من أجل أن يعيش الوطن. هالة الأهدل طبيبة أسنان في تعز أسست مبادرة لعلاج أبناء الشهداء والجرحى بالمجان وبنصف المبلغ لذويهم، وهي تأمل أن تتوسع مبادرتها لتشمل كافة التخصصات الطبية
لعلاج أبناء الشهداء والجرحى من مختلف الأمراض برسوم رمزية لا أكثر. نتابع التفاصيل. الابتسامة تعني الأمل، وفي محافظة تعز قامت إحدى عيادات الأسنان بمبادرة لرسم الابتسامة على شفاه أبناء الشهداء والجرحى بالمجان وبنصف المبلغ لذويهم، من منطلق أخلاقي ووطني تجاه من يقدمون دماءهم وأرواحهم رخيصة لهذا الوطن، كما تقول رائدة المبادرة. مبادرة شهداء تعز، أطفال شهداء تعز، كانت أنه أي طفل شهيد نقوم بمعالجته من جميع النواحي، سواء كان تسوس أو تنظيف أو كانت أي ما كانت المشكلة نقوم بمعالجتها مجانا. ذويهم كان هناك تخفيض 50% لهم. الدافع وراء هذه المبادرة كانت أني السلاح الوحيد اللي قدرت أستخدمه. بعضهم يعني في الشباب نزلوا الجبهات، الإعلاميات نزلوا يغطوا المواقع في ظل الحرب اللي كانت مقامة. السلاح الوحيد اللي كنت قادرة أقدمه لتعز كطبيبة أني أقوم من الجانب الإنساني. المبادرة كانت مجرد فكرة حولتها الطبيبة هالة الأهدل إلى حقيقة تراها في ابتسامة مرضاها لحظة خروجهم من غرفتها. وبالتنسيق بين مرضاها المسجلين في كشف المبادرة والمرضى الذين يقصدون العيادة، حددت الطبيبة أياما محددة لكلا الفئتين. والله مبادرة الدكتورة هالة استفدنا منها كثير، لأن خدمات أسر شهداء كثيرين ومن الناس المتضررين في الحرب، فكانت لها دور فعال جدا جدا. ناس تضرروا من الحرب وفقدوا أشياء كثيرة، ومنها يعني زي ما تقول التهابات باللثة، التهابات بالأسنان، الأمهات يعني أسنانهن كده. فهي بحق المبادرة قامت يعني بشيء جيد جدا. البعض تطلبت حالتهم أكثر من جلسة علاجية لأمراض الأسنان، فكانت ابتسامة الطبيبة هالة الأهدل تستقبلهم كل مرة. وتتمنى الطبيبة هالة الأهدل أن يكون لهذه المبادرة امتدادا وتوسعا في بقية التخصصات الطبية، كرد جميل لمن فقدوا أرواحهم لأجل أن نعيش ويعيش الوطن. منذ بدء الحرب في شهر 5/2015 وحتى اليوم، نجد أن الدور القائم في خدمة أسر الشهداء والجرحى هو قائم على المنظمات ومبادرات مجتمعية، فذلك تجد أنها منتشرة وفاعلة في أغلب المشاريع في محافظة تعز، بعكس دور الجهات الرسمية قد يكون منحسرا وغير موجود. لم تكن هذه المبادرة الأولى للطبيبة هالة الأهدل، فقد خرجت في نزولات ميدانية لمدارس الأطفال للتوعية بأمراض الأسنان وتوزيع معاجين الأسنان على الطلبة، لكن فيروس كورونا الذي أوقف هذه المبادرة في ظل توقف للعملية التعليمية في اليمن لم يستطع إيقاف بسمات رسمتها هذه المبادرة على وجوه المستقبل. علاء الجناني لبرنامج أضواء سهيل، تعز. جهود كبيرة تبذلها الأجهزة المختلفة في مطار سيئون الدولي، إدارية وأمنية وجوازات وجمارك وغيرها، في ظل استقبال آلاف العالقين أو المسافرين العالقين من مختلف دول العالم. فقرة وصل صوتك نقلت انطباعات المسافرين الواصلين حول الخدمات التي يقدمها المطار. نتابع. أهلا ومرحبا بكم في فقرة وصل صوتك. في هذه الفقرة نتناول جهود العاملين داخل مطار سيئون الدولي، وخاصة مع استمرار رحلات العالقين اليمنيين. أيضا نتناول انطباعات الواصلين إلى مطار سيئون الدولي، وما هي انطباعاتهم وشعورهم أيضا تجاه العاملين داخل مطار سيئون. فأهلا ومرحبا بكم في هذه الفقرة. مرحبك يا طيب العصر، تشرف الدار عقب سنين مسهونة، الدار دارك وأهلك عدهم أهلي، يا فرحة الدار لا عادوا لها. والله نشكر مطار سيئون الدولي على ما قاموه بالتعقيم واستقبال جيد، وما دخلونا إلا بالفحوصات، والتعقيم كويس وكل شيء، والأمور كويسة إن شاء الله. ونشكرهم على
وسع الاستقبال والإجراءات كل شيء مسهل، ولا في أي استفزاز ولا في أي شيء مقارنة بالمطارات الأخرى. نشكر الأمن هنا على حرصه على العالقين، والحمد لله المعاملة كانت طيبة وحصلنا منهم الله كل الطيب، وكانت معاملتهم طيبة جدا مع الكل ونشكرهم على ذلك وألف شكر لهم. عقمونا تعقيم داخل وكل شيء تمام، والله ما قصروا فينا وما استغنوا عننا، وفروا لنا كل شيء، فحوصات وهيئوا لنا الجو والخطوط، والحمد لله سهل الباري، رجعنا لديارنا سالمين. صراحة أهل سئول ما يعني ما في زيهم، مو زي الثانيين، أقول لكم الثانيين انتم عارفينهم من الثانيين، أنت من فين؟ والله أنت انفصالي، والله أنت هذول ما عندهم ولا ما يجيب ولا كلمة، إلا تعامل رائع. ايش اقول ما تصدقوا والله كانهم ملاك ويقفون على الواحد، واقسم بالله والله التعامل داخل المطار تعامل سلس، تعامل راقي، تعامل طيب، مشكور الف شكر لهم جميعا. والله انطباع جيد بالنسبه للعاملين والموظفين في المطار، نشكرهم على جهدهم الجباره، يعني قاموا بعمل جبار مساعده اليمنيين. تعرفون الأوضاع اللي يمر بها العالم واليمن بشكل خاص، نشكرهم مرة ثانية، نشكر حضرموت السلطة المحلية وشعب حضرموت، نشكر كل موظفي ومطار سئون الدولي على سلاسة الإجراءات صراحة، جوازات، جمرك، رجال التعقيم كلهم، ونشكر حضرموت وأهل حضرموت، ما نعتاد من حضرموت إلا هذه الأشياء الطيبة. نحن طبعا مستعدين لاستقبال كافة الرحلات القادمة من جميع أنحاء العالم، وحقيقة تلقينا عدة طلبات عبر الهيئة العامة للطيران المدني بالتشغيل المباشر من كوالالمبور إلى سيئون، ومن عدة أماكن برضو من الخرطوم، من القاهرة، من أماكن متعددة، وكذلك تقدمت عدد من الشركات الطيران للاستثمار في هذا المجال للنقل المباشر إلى مطار سيئون الدولي. نحن مستعدين حقيقة، وهذه فرصة، مطار سيئون قدم خدمة كبيرة في الظروف الاستثنائية هذه لكافة اليمنيين. وبالنسبة لدور الجهات الأمنية والعسكرية داخل مطار سيئون تقوم بجهد جبار لحماية المطار وتأمين المسافرين والعالقين من وصولهم للمطار وطلوعهم في الباصات حتى خروجهم من مطار سيئون، وكل هذه الجهود مبذولة من قبل كل جنود العاملين داخل مطار سيئون من وحدات أمنية وعسكرية. والله نحن نبذل جهود غير عادية أسوة بالجهات العاملة الأخرى في المطار، ولابد أن نقدم كل ما بوسعنا من جهود وخدمة للعالقين وإنجاز معاملات أو أي إجراءات لهم بأسرع وقت ممكن. نحن هنا الشرطة الجوية اللواء 101 نقوم بتقديم خدمة للمسافرين من خلال حماية وأمن مطار سيئون الدولي، وجميع الأفراد والضباط يقوموا بدورهم في مطار سيئون من قبل استقبال الرحلة، يكون ترتيب الصالات من تعقيمها لاستقبال العالقين خارج الوطن. نحن في جوازات مطار سيئون نقوم بتسهيل حركة المواطنين ومعاملاتهم في الجوازات، بحيث انهم عانوا كثير من هذه الاشياء والتعب، فنقوم اليوم استقبلنا 400 راكب وراكبه من العالقين، وسهلناهم كما تشوفون الان بتسهيل حركه السير فيهم ومشيناهم. يعني بالنسبه للجهات الامنيه تقوم بتامين المطار تامين كامل كلا حسب عملها، الامن والجوازات وجميع الجهات تقوم بتأمين المسافرين وتسيير عملهم بسهولة تامة، والحمد لله على كل حال. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل بعده.
زبار أسراب الجراد تحصد مزرعته الوحيدة. مسجد بور الأثري تحفة معمارية تحت الأرض. أهلا بكم من جديد. ياسمين القاضي حفيدة بلقيس وسفيرة سبأ تحضر عالميا كواحدة من أهم النساء المؤثرات والفاعلات حقوقيا على الساحة الدولية، وقد أثبتت القاضي أن المرأة هي أساس المجتمع ودرة حضارته ونهضته، ولا يمكن الاستغناء عنها في كل معادلات الحياة والتغيير والنهوض الحضاري. ياسمين القاضي الحائزة على الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة في سياق التقرير التالي. نحو مستقبل أفضل للمرأة اليمنية تقف ياسمين القاضي لتكون القدوة والمثل لكل اليمنيات في تحدي كل الصعوبات ومواجهتها. ياسمين القاضي ناشطة حقوقية بدأت حياتها في الصحافة، عملت في هذا المجال لأكثر من عام، لكن الجانب الإنساني طغى على شخصيتها وأسهمت في العديد من أنشطة تنمية وبناء المجتمع. الياسمينة امرأة مثلت اليمن في المحافل الدولية، استطاعت أن تنتزع لقب المرأة الشجاعة لعام 2020، وهذا ما لم تستطع الحصول عليه معظم النساء اليمنيات، وبهذا الإنجاز العظيم لم يأتي إلا بجهود بذلتها الياسمينة خلال حقبة من الزمن الذي فات. استطاعت أن تقود معظم المؤسسات والمنظمات والمبادرات، أهمها مؤسسة فتاة مأرب. تلعب الأسرة دورا هاما في تشكيل شخصية أبنائها، وكانت أسرة ياسمين الأقرب إليها والتي دفعتها لتحقيق أحلامها في مجتمع أكثر ما يعرف عنه أنه محافظ ولا يفضل خروج النساء للعمل. عمل المرأة اليمنية يواجه تحديات من قبل الحرب، وفي أثناء الحرب التحديات أكبر بالنسبة لأي امرأة يمنية، سواء في المدن أو في الأرياف أو في المناطق كذا. طبعا أنا كامرأة في محافظة مأرب واجهت صعوبات كبيرة في حياتي. بدأت ياسمين عملها في الجانب الحقوقي وهي ما تزال طالبة في كلية الإعلام، وكان ذلك متزامنا مع عملها في الجانب الصحفي، لكنها برزت في جانب حقوق الإنسان في العام 2015 بعد تأسيسها مع أختها انتصار مؤسسة فتيات مأرب، وكان أبرز ما قامت به مواجهة تجنيد الأطفال ودعم ومساندة النازحات، وأنتجت فيلما حول الآثار السلبية للنزوح على النساء والأطفال. الانطلاق الفعلي بدأت المؤسسة بقيادة الأستاذة ياسمين القاضي من 2017 كانت هناك عدة مشاريع اللي هي جانب بناء السلام وجانب بناء القدرات التمثيل لمنظمات المجتمع المدني، وبدأت المؤسسة في الانطلاقة، ولقيت هناك تغير كثير خصوصا مع يعني تغيرات الأوضاع بعد 2011. أصبحت ظهرت المرأة المأربية، ظهرت المرأة هناك احتكاك ما بين المجتمعات، أصبح هناك تأثير للمرأة ولها، أثبتت قدراتها، أثبتت مهاراتها، وبرزت دور المرأة. غيرت ياسمين خلال عملها في المؤسسة الكثير من المعايير الاجتماعية والنظرة القبلية لعمل المرأة، وهي الآن نموذجاً يحتذى به للمرأة اليمنية الناجحة. ضروري المرأة تصبح صانعة قرار، ضروري المرأة توصل للإدارة العامة. مثلاً نحن الآن في مأرب نطمح من السلطة المحلية وصانع القرار في المحافظة أن المرأة تصبح مدير عام. بعد تكريمها من قبل الولايات المتحدة بجائزة المرأة الدولية للشجاعة، ياسمين القاضي حفيدة بلقيس المشرقة عالمياً، وهي تعمل حالياً على كل ما من شأنه تعزيز قدرات النساء اليمنيات ودفعهن للحصول على فرص أكثر في سوق العمل والحصول على مواقع اتخاذ الرأي وصنع القرار. تعد الزراعة في مأرب أحد المقومات الاقتصادية الحيوية للمحافظة ومصدر دخل رئيسي لكثير من المواطنين، حيث ترفد السوق المحلية بأنواع من الخضروات والفواكه،
إلا أن الجراد الصحراوي اجتاح المزارع وألحق بالمحاصيل الزراعية أضرارا كبيرة. نتابع التفاصيل. لن يذهب المزارع محمد زبار إلى السوق هذا الموسم بغلال مزرعته التي تعد مصدر دخله الوحيد، فالبرتقال والطماطم والبطاط وما تجود به مزرعته في مارب من محاصيل زراعية صرمت أسراب الجراد الصحراوي في موجة اجتياح أضرت بكثير من مزارع المحافظة. الأضرار بالنسبة للبرتقال، أكل البرتقال على ما تشوفونه الآن انتهى، ما عاد معنا منها إلا الحذج، أما الورق قد انتهى، وانتهت 500 مطيرة بصل هنا ما يقارب 4 مليون تكاليفها. هذه مزرعة واحدة، أما المزارع الذي على يميننا وعلى يسارنا كامل، والقضب انتهى كامل، ونحن جبنا قمنا تحريق كفرات وقمنا بالبترول رش البترول. جاء الضرر الذي حاولنا أن نتخلص من الجرادبة، ضرر أكبر من يعني الفائدة لنا. في حالة وجود الظروف البيئية أمطر سيول في المكان نفسه سوف يقوم بعملية التكاثر التزاوج ومن ثم عملية وضع البيض ثمرة. إذا كان الجرادة الواحدة يعني تضع خلال فترة حوالي 3 أكياس الكيس الواحد فيه 120 بيضة، فما بالك هذه ملايين الجرادة اللي توصل في السرب الواحد. الباوند الحين أنت إحنا الآن شاهدت الآن مكانين تقريبا اللي هو منطقتين مختلفتين، هذه المناطق قد رفعت أكثر من مرة، مناطق أخرى بنفس الكثافة وأكثر من هذه الكثافة. الحاجة يعني لا تستدعي التأخير، وأي تأخير سوف يكلف يعني مجاعة فوق المجاعة اللي الناس عايشة. جائحة الجراد مرت خارج أعين الجهات المختصة والاهتمام الرسمي، كما يقول المزارعون المتضررون والذين وجدوا أنفسهم وحيدون في مواجهة جحاف الجراد تلتهم كل ما تجده على طريقها من ثمار. نناشد المدير الزراعة واللي لهم شأن بالزراعة وبغيرها ممثلا بمدير الزراعة ومدير المديرية والشيخ سلطان العرادة، بأن الزراعة يعني شبه منتهية. أولا الآن 5 أيام شبه منتهي كامل القضب، لم نجد ما نعطيه الأغنام. ثانيا الليم يعني السنة هذه ممكن تروح كامل لا نستفيد منها ولا شيء. البصل ما إيش نتحدث عنه، أكله كامل ما عاد خلى أي شيء منه. ننادي المنظمات الدولية وننادي السلطة المحلية ممثلة بالشيخ سلطان العرادة أن يقومون بدورهم، ومدير الزراعة سيف الولص ومدير الزراعة في المديرية ومدير المديرية أن يقوموا بدورهم. المكتب بحاجة إلى وضع ميزانية طارئة لمكافحة هذا الوباء، وإذا لم نستطع الآن أن نحصر هذه الآفة خاصة بأنها عدا إلى الآن من الطور الأول معنا إلى الطور حديث التجنح. تزرع محافظة مارب العديد من المحاصيل الزراعية كالبطاط والطماط والبصل إلى جانب محاصيل الحبوب المختلفة، مما جعلها رافدا اقتصاديا وطنيا حيث تغطي نسبة كبيرة من احتياجات سكان المحافظة والسوق المحلية، كما يتم تصدير بعض محاصيلها إلى دول الجوار. ومحافظة مارب تأتي في المرتبة الأولى في الإنتاج الزراعي والأولى في إنتاج الحمضيات بنسبة 75% من إنتاج الجمهورية، حيث يقدر حجم الإنتاج بنحو 130 ألف طن في العام. لكن جائحة الجراد قد تؤثر سلبا على حجم الإنتاج في مارب ونسبته من إجمالي الإنتاج الزراعي في عموم اليمن. مزارع البرسيم والأعلاف والحمضيات طالها الضرر من جائحة الجراد الموسمي، ما يهدد حياة العديد من المراعي والحيوانات التي تزودها هذه المزارع بكلا الحياة. يرى المزارعون في مارب إن إهمال الجهات المختصة وعدم أخذ التدابير اللازمة لمواجهة جائحة الجراد وحماية مزارع المواطنين هو ما فاقموا من مخاطر إبادته الجماعية للمحاصيل الزراعية، ومع ذلك تظل مارب البلدة الطيبة وأرض الجنتين.
ميليشيات الحوثي تحتجز 4 طالبات في سكن طالبات جامعة صنعاء لأكثر من 3 أشهر وتسيء معاملتهن، ومقتل وإصابة 3 مدنيين برصاص قيادي حوثي وأحد تجار السوق السوداء في إب، فيما الميليشيات تحول عرسا في الحديدة إلى مأتم جراء قصفها مساكن المدنيين، كما أصدرت محكمة حوثية قرارا بإعدام مختطف بعد 4 أعوام من الاختطاف والتعذيب بتهم ملفقة. نستعرض معا أبرز الانتهاكات خلال هذا الأسبوع في التقرير التالي. أصدرت محكمة تسيطر عليها ميليشيات الحوثي بصنعاء حكما بالإعدام على أحد المختطفين بتهم ملفقة وكيدية بعد 4 أعوام من الاختطاف والتعذيب، فيما الميليشيات تختطف مختل عقليا من حي الحصبة على خلفية ترديده هتافات تحيا الجمهورية اليمنية تسقط الحوثية. إلى ذلك اختطفت ميليشيات الحوثي عددا من ملاك المحلات التجارية في جولة تعز بالعاصمة صنعاء ونقلتهم إلى سجونها بحجة تأخرهم عن تسديد ما يسمى برسوم الأوقاف مع الزيادة الضريبية التي فرضتها عليهم. كما تواصل ميليشيات الحوثي احتجاز المئات من مقطورات البنزين والديزل على مداخل العاصمة صنعاء وتتسبب في تفاقم أزمة الوقود وتضاعف معاناه المواطنين. وفي سياق آخر شنت ميليشيات الحوثي حملة تجنيد واسعة في أوساط المهمشين وزجت بأعداد كبيرة منهم في جبهات القتال إلى محافظة تعز، حيث أصيب 3 مدنيين جراء قصف ميليشيات الحوثي مستشفى الأمراض الجلدية بالمدينة. أما في ذمار فقد أقدم أحد مشرفي ميليشيات الحوثي على قتل مواطن أثناء تواجده في سوق لبيع القات وسط المدينة. وبالحديدة ارتكبت ميليشيات الحوثي جريمة مروعة وحولت عرسا في مدينة حيس جنوب المحافظة إلى مأتم، حيث استهدفت بقصف مدفعي مساكن المدنيين ما أدى إلى مقتل طفلا وامرأة وإصابة طفلة أخرى. وفي صعيد آخر اغتال مسلحون نائب ركن تسليح اللواء 3 في المقاومة التهامية، فيما وكالة سويشت بيرس الأمريكية تحذر من انفجار وشيك وكارثي للناقلة النفطية صافر العائمة في البحر الأحمر جراء منع ميليشيات الحوثي صيانتها، حيث بدأ تسرب مياه البحر إلى داخل السفينة ما ينذر باقتراب كارثة ستخلف دمارا هائلا. كما جددت ميليشيات الحوثي قصف قرى ومزارع المدنيين في مديريتي الدريهم وتحيتا جنوب المحافظة وألحقت في الممتلكات دمارا جسيما. وفي محافظة إب كان الموت على موعد مع 3 أشخاص من أسرة واحدة، حيث قتل 3 مدنيين بينهم امرأة وطفل وأصيب رابع برصاص مسلحين تابعين للقيادي الحوثي عبد الواحد المروعي. إلى البيضاء، حيث اقتحمت ميليشيات الحوثي 35 منزلا في مديرية ردمان وقامت بنهبها بالكامل بحسب ما أكد القيادي في حزب المؤتمر ياسر العواضي. كما أقدمت الميليشيات على تفجير شبكة MTN للاتصالات في أطراف مديريتي ردمان وقانية بعد قطع خدمة الاتصالات بشكل كامل ل3 أيام متواصلة. وفي غضون ذلك قتل مدنيان يعملان في تربية النحل وأصيب 3 جراء استهداف ميليشيات الحوثي سيارتهم بقذيفة هاون في منطقة قانية شمال شرق المحافظة، فيما قتلت امرأة 70 برصاص ميليشيات الزينبيات الحوثية أثناء مداهمتهن منازل المواطنين بقانية ونهبها. وبالضالع قتل طفلان جراء انفجار عبوة النزفة من مخلفات ميليشيات الحوثي بمديرية مريس شمالي المحافظة، بينما حملة مسلحة لميليشيات الحوثي تنهب مبالغ طائلة من أموال تجار القات في سوق القرين غربي قعطبة بحجة منع التعامل بالفئات الجديدة من العملة الوطنية. وفي سياق آخر كشف التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان إن 20,000 مختطف يقبعون في 790 سجنا رسميا وغير رسميا في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي، فيما تحالف حرية الإعلام المكون من 29 دولة حول العالم يدين أوامر الإعدام الحوثية بحق الصحفيين المختطفين ويشدد على الإفراج الفوري عنهم. إلى ذلك أعلنت منظمة سام للحقوق والحريات عن مقتل 205 تحت التعذيب في سجون ميليشيات الحوثي الانقلابية وسجون تابعة لتشكيلات مسلحة متمردة خلال 5 أعوام، فيما رابطة أمهات المختطفين تكشف تعرض أكثر من 2000 مختطف بينهم نساء للتعذيب النفسي والجسدي في سجون الحوثي والانتقالي.
في منطقة بور بوادي حضرموت ظل مسجد علوي أو ما يعرف بمسجد بور الأثري شامخا منذ العقد الرابع الهجري حتى يومنا هذا. أكثر من 1000 عام هو عمر مسجد بور، فقد طمرته الأتربة وتقلبات السنين والإهمال ليتوارى تحت الأرض. وأما ما يرى منه فهو عبارة عن استحداثات جديدة للمسجد الأثري العريق الذي ما زال المسجد يحتفظ بطرازه المعماري الفريد. المزيد من التفاصيل في تقرير فهمي برمادة. بعد 1000 عام من بنائه سيكون عليك النزول بهذا الدرج لكي تصل إلى داخل مسجد بور الأثري المعروف بمسجد علوي في حضرموت الذي بني في القرن الرابع الهجري. مسجد بور من أقدم المساجد في وادي حضرموت وعصور الحضارة الإسلامية، وهو ما زال ضاربا بأطنابه في عمق التاريخ متشبثا بالأرض رغم عمره الطويل والإهمال المستمر وتقلبات الزمن والظروف. أما هذا الجزء الظاهر من المسجد فوق الأرض فهو استحداثات تمت في فترات متعاقبة، فيما ظل المسجد محافظا على بنايته المعمارية حتى الآن. المسجد الذي أصبح الآن تحت الأرض، يعني طمرت حوله البيوت، استساقطت حوله البيوت والأتربة، فارتفعت الأرض من حوله، فأصبح هذا المسجد ينزل إليه الزائر أو ينزل إليه من يأتي إلى هذا المسجد القديم، ينزل إليه في درج، في يتكون من عدة درجات. يتميز هذا المعلم الروحاني بفنه المعماري الخاص والفريد في تصميم البناء، حيث يفصل كل صف عن الآخر جدار سميك ما يساعد على أداء الصلاة بخشوع دون تشويش. من بين هذه الجدران فتحة كالباب يرى منها الصف الأول حتى الإمام، وليعلم المصلون تنقلات الإمام في الصلاة في أزمنة ما قبل مكبرات الصوت. إذا كنا نصلي في الوقت السابق ونحن صغار، نحن في أثناء ما بين المغرب والعشاء نجلس مع الإمام حق المسير، نهزب هنا ونجلس لما أذان العشاء ونصلي، والفتحات هذه أسست من أجل المصلين اللي وراء ينظر اللي قدامه في أثناء الصلوات. تعرض مسجد بور الأثري للإهمال وعدم الاهتمام سواء من الجهات الرسمية أو الأهالي، ما أدى إلى حدوث تشققات في الأسقف وتصدعات في الجدران، وهو ما ينذر بسقوطه وانهياره في أقرب لحظة. احنا نطالب الجهات الرسمية بسرعة النظر وأخذ المكان بالاعتبار وترميمه، كما نطالب الإخوة القائمين على هذا المسجد اللجنة الخاصة به أن تحافظ على ما تبقى منه وأن تواصل جهدها مع الجهات الرسمية للاهتمام بهذا المسجد الأثري الذي كما قلنا يعتبر آخر الآثار في هذه المنطقة، وإذا طمس هذا الأثر طمس تاريخ المنطقة بكاملها. تمتاز حضرموت بالكثير من معالمها التاريخية والشواهد الأثرية القديمة، ويعد جامع علوي بمنطقة بور رغم صغره من أعرق الشواهد التاريخية على فترة مهمة من عصور الحضارة الإسلامية وملامحها المعمارية بخصوصياتها الفنية وأبعادها اليمنية الخاصة. إلا أن هذا المسجد الذي يطمره التراب قد لا تراه الأجيال القادمة. فهم بارماده، قناة سهيل، وادي حضرموت. إذن بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من أضواء سهيل. انتظرونا مساء الجمعة المقبل. حتى ذلكم الحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.